بمناسبة الكلام عن الأطباء، خلينا يعني نتقدم بالعزاء لأسرة الدكتور أحمد عبده اللواح، الطبيب بورسعيد اللي توفي متأثرا بالإصابة بكورونا. دكتور أحمد هو أستاذ تحاليل طبية في جامعة الأزهر، وتوفي صباح في ساعة مبكرة من صباح اليوم، عمره 57 سنة. هو لم يكن من الأطباء اللي في مستشفى العزل، ولكن هو كان بيباشر تحاليل لمصاب هندي بكورونا، كان شغال في بورسعيد، عزل نفسه بالفعل العزل المنزلي، وبعدين راح بعد الحالة ما يعني الأعراض زادت راح المستشفى في بورسعيد، ثم انتقل إلى مستشفى العزل في الإسماعيلية، و يعني قضاء الله كان سابقا. أنا عايز أوري لحضراتكم الأول صورة الصلاة عليه الأول، شيل الفيديو ده، خلينا في صورة، لأن أنا في معنى هنا مهم جدا، يعني الصورة بتاعت صلاة الجنازة على الدكتور أحمد عبده اللواح، اللي هو في مجموعة صغيرة من يعني فريق طبي أهم. الصورة أهي موجود في ساحة، والناس بتصلي الجنازة عليه بينهم بين بعض مساحات طبعا، وعدد في النهاية عدد قليل. أهو قدام حضراتكم دي صلاة الجنازة. طيب أوريكم بقى الفيديو بتاع الدفنة بتاع الجنازة. ورولنا كده واحنا ايه، وري لحضراتكم العربية بتاعت الاسعاف داخلة بالجثمان اهو، تابعوا معانا يا جماعة، اهي داخلة فيها الجثمان وداخلة ليه الدفن. ليه بوري يعني حضراتكم يعني هذا المشهد القاسي جدا، سواء في صلاة الجنازة او في الدفن؟ هذا الطبيب دفن دون ان يودعه اهله واحبابه، وهي دي قسوة الموت بهذا الفيروس. يعني لما الواحد بيصاب بيعزل في مستشفى عن اهله واحبابه واصدقائه وجيرانه ومعارفه، ولما بيموت بيدفن وحده، لا اهل ولا اصحاب ولا جيران ولا احباب ولا اي حد بيودعه. المشهد قاسي سواء في الصلاة او في الدفن. فكل الحكاية اللي احنا بنقولها مش عاوزين نوصل لده. وبعدين هقول لحضراتكم على حاجة، في بقى نقطة خلينا والنبي نتفق عليه، في عرض النبي يعني نتفق عليه، انه لما الناس تحس بالاعراض درجة الحرارة فوق 38، بتلاقي فيه الكحة الجافة، بتلاقي فيه الصداع، بتلاقي فيه التكسير في الجسم، مش هي دي الحاجات اللي طول الوقت حضراتكم بتسمعوها في الحاجات بتاعت التوعية اللي بتتذاع؟ لما تحس بده اتصل على طول، روح على طول اقرب مستشفى حميات، او اتصل بالخط الساخن 105 بتاع وزارة الصحة. ليه؟ لانه انت كل ما تتصل يعني بدري كل ما يبقى ادراك المسألة بدري.